شايف ايه المراكز اللي في فريق الاول في الزمالك محتاجه تدعيم، وفي 2003 ان شاء الله هم اللي يسدوا العجز ده؟ يعني طبعا التصريح اللي فات من المستشار ان الناس هنعتمد على 2003 ده كان حاجه جميله جدا بالنسبه لنا. طبعا طبعا انا مبسوط جدا بالقرار دوت وسعيد جدا، وفي نفس الوقت بالنسبه لي لازم تكون الناس دي هيئها نفسيا، وده اللي انا بتعامل عليه دلوقتي، ان في اي لحظه النادي مطالب ان انت تلعب وترفع شعار نادي الزمالك وتنزل الملعب وتأدي، ده اللي انا بهيئهم ليه. عندي لعيبه كتير، مجموعه كبيره، مش عايز اقول اسماء حد. عندي بس مركز كتير. مثلا يعني مركز شايف ان هو هيأثر قوي مع الزمالك ويعديه من اللي هو فيه؟ والله انا شايف ان زي ما قلت فيك اكتر من مركز، يعني مش انا عندي مركز ثاني الالعاب، ممكن ان احنا ندي حد فرصه لعبد الله. عندي لاعب مميز جدا، مهاري، بيصنع الفارق في اي لحظه. عندي احمد عبد الرحيم عيشو، عندي كريم عبدون، عندي علي ياسر راس حربه، عندي فيومي، عندي اسماء كتير، عندي محمد صلاح كمان، عندي محمد صلاح. فعندي في اللعيبه في الخط الهجومي كمان عندي عدد كبير كويس جدا. عندي في خط النص زي ما قلت ماجد اوريدي، مع ماجد هاني مع الفريق الاول، طارق علاء لاعب مميز جدا وانا شايف له ان شاء الله مستقبل كويس مع الفريق الاول باذن الله. وعندي في خط الدفاع لعيبه مميزه زي احمد رفاعي وعبد الرحمن محمد وزياد الباسل ومحي جمعه في ناحيه الشمال. عندي بسيوني وعندي وعندي حارس مرمى عبد الرحمن نفات كويس جدا ما شاء الله. لا بجد انا مبسوط بالمجموعه دي، مش عايز اكون نسيت حد من اللعيبه اللي عندي، كلهم مميزين جدا ما شاء الله وعاملين روح حلوه مع بعض كلهم دلوقتي وواصلين لاعلى فورمه. اتمنى ان هي تكمل ان شاء الله مباراتنا بعد بكره مع غزل المحله في المحله، وعندي بعد كده يوم 31 هيلعبوا مع المنتخب. اتمنى مجموعه كبيره تروح المنتخب ويشرفونا في مباراه مصر وسلوفاكيا يوم 24 و28 اللي جاي، ويرجعوا تاني النادي. يوم 31 عندنا مباراتنا مع ام بي، طبعا انا دلوقتي في المركز الاول ب 54 وام بي في المركز الثاني، مباراة قوية جدا، فرق 5 نقاط، والمركز الثالث الأهلي ب 46 نقطة ولسه باقي 10 مباريات 30 نقطة. فالمشوار طويل زي ما قلت لك، البطولة اللي حقق البطولة دوت عايزة نفس طويل واللونج تيرم بيشتغل، ويعني من يضحك أخيرا يضحك كثيرا زي ما بيقولوا، فهي دي المهم. هيأثر ازاي مشاركة يعني جزء كبير من 2003 يطلع مع الفريق الاول؟ طبعا زي ما قلت احنا هدفي ان احنا نخدم الفريق الاول دايما. موضوع ان انا بنافس على البطوله دي حاجه مهمه، دي بطوله كمان ودي حاجه مهمه اكيد بتفرح اللعيبه وحاجه مهمه ان انا احافظ عليها كمان. فاكيد بالتنسيق مع الجهاز الاول ومع مستر فريرا وكابتن اسامه نبيه والناس اللي موجوده، هم عارفين زي ما قلت امتى التوقيت اللي ممكن ياخدوا فيه لعيبه، وفي نفس الوقت اكيد هيحافظوا على فرقتي، وهم عارفين الكلام دوت ان احنا نحافظ على الفرقه ونكمل المستوى ده. وانا ما عنديش خوف طبعا ان اي لاعب يكون موجود. ماجد بقاله فتره ما بيلعبش معايا والحمد لله قدرنا ان احنا نكمل واشوف بديل، حد لو خدوا حد واحتاجوه هشوف البديل اللي بعديه. فزي ما قلت حتى الفرقه عندي ما وقفتش على حد، مع ان كلهم لعيبه مميزين جدا، اللي يطلع الفريق الاول اكيد لاعب مميز، بس انا عندي ان انا لازم اكون جاهز بالبديل زي ما قلت. فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي نعمل الاول الاخر الصالح لنادي الزمالك.